السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نقدم معكم شرائح لدند معمرين بالبصلة والبطاطا والفلفلة حلوة. الشرائح قطعتهم بهذه الطريقة باش نعمرهم إن شاء الله. عندنا شرائح بيبي أو لدند، جوج بصلات قطعتهم بهذه الطريقة بالطول، وشحرتهم شويه في الزيت، زيت العود او زيت الزيتون. بطاطا قطعتها على الطول باقي خضره، الفلفله حلوه هكا دكيتهم بالمطرقه شويه، ندير شويه ملحه شوية البزار. مش يكون كبير، شوية أزير مطحون، شوية القرفة مكتروش، شوية الزعترة، شوية معدنوس، شوية الحامض، نصرة شوية. البصلة شوية الفلفلة، ثلاثة شرائح البطاطا، واللويم الطريقة. بحال شكل الكردس، نفس الطريقة اللي درت في الأول، شويه الملح والبزار وسكنجبير وأسير وشويه الحامض. دابا البصلة، بطاطا، فلفلة، نلفو هكا، بالطريقة. نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل ان شاء الله. بعد ما كملتهم جبت هذا المول، دهنته بالزيت، زيت المائده، نديرهم فيه. بسم الله، بعد ما درتهم فيه ندخلهم ان شاء الله للفران تيطيبو. هذا هو الشكل النهائي ديال الشرائح ديال لدند اللي عمرنا محمرين في الفران، كيجيو رائعين جدا. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، كنتمنى يعجبوكم وتدعمونا ان شاء الله باللايك. الله يعاونكم، السلام عليكم.